أطلقت أمانة عمان الكبرى حملتها البيئية التوعوية عمان بيتنا للمرة الثانية بهدف زيادة الوعي بالحفاظ على نظافة المدينة والتقليل من السلوكيات السلبية تجاهها، إضافة إلى إلقاء النفايات من المركبات. خطة سنوية تتضمن العديد من المبادرات التطوعية التي تخدم المجتمع. عمان بيتنا إحدى هذه المبادرات المتعلقة بأهم القضايا والممارسات البيئية والمحافظة على النظافة. فنحو 100,000 كيس لجمع النفايات وزعت على سائقي المركبات للحد من ظاهرة إلقاء النفايات في الشوارع العامة. عمان بيتنا حتى نأكد على أنه مواطني مدينة عمان يعاملون مدينتهم كما يعاملوا بيتهم، ويحرصوا على نظافة مدينتهم كما يحرصوا على نظافة بيتهم، حتى نوصل رسالة لمواطنينا أنهم يغيروا من سلوكياتهم، وخاصة المتعلقة برمي النفايات من السيارات. يا ريت أنه كل واحد فينا يحرص على أنه النفايات يضعها في هذا الكيس المخصص، أو أي كيس ممكن يستعمله بكل بساطة وما يرميها من شبابيك. حملة توعوية للمواطنين والزوار بعد أن أصبحت قضية التلوث البيئي أمراً يؤرق العالم بأكمله، لما لها من تبعات على المدى القريب والبعيد، ما يستدعي تكاتف جميع المؤسسات للحد من خطورة هذا الأمر. لما أنا كمواطن أنا يجب معي كيس داخل سيارة المركبة أو برا، بدل ما أنا أرميها مثل بالرصيف أو والله أحطها في داخل الكيس. كون في السيارة أحط كيس معه، ورقة فاين في الكيس، كل شيء نظافتي أول بأول، ما في الواحد يوسخ في الشوارع وكذا، وهذا ما بيصير. والمبادرة هاي إنك توزع أكياس على سيارات من الأمن العام، يعني هاي وتدخل الأمين عمان فيها إن شاء الله بيساعد على الحملة هاي، ولازم العالم أصلا هم منهم يأخذوا أكياس ويحطوهم بالسيارة ويكبوا فيهم كل شيء. 22 منطقة من مناطق العاصمة بما فيها مجمعات النقل العام والمرافق العامة شملتها الحملة، إلى جانب تنفيذ برامج توعية لطلبة المدارس في الفصل الدراسي الثاني من خلال محاضرات توعوية بيئية للمساهمة في إنجاح هذه الحملة. إذن هي حملة ترتكز على محاور البيئة، الصحة، الخدمات، النقل والمرور، وموروث المدينة الحضري، وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة لدى أهالي المدينة من خلال تحفيزهم ومشاركتهم في الحفاظ على نظافة مدينتهم. غيداء باكير، المملكة، عمان.